أنا اسمي حسام عبد الرازق المدبولي، اتعرفت من فترة على الإخوان ياسر الزناتي الهارب في تركيا، واشتغلنا مع بعض في تهريب بعض البضائع والعملة، واشتغلنا في الهجرة غير الشرعية، وكنا بنوصل مستندات لعناصر إخوانية هربانة في تركيا. وزاد الشغل بيني وبين ياسر، فاستغلت علاقتي بعض الأشخاص وشغلتهم معايا في نفس المجال. عرفت إن في مجموعة من الإخوان هربانة في تركيا كانت بتساعد ياسر، وعرفت إن الغرض الأساسي من الإتجار مع ياسر إن هو كان بيوفر أموال لجماعة الإخوان، وعرفت إن اللي بيسافروا بطريقة غير شرعية كان ياسر بيساعدهم للتسلل لبعض الدول الأوروبية من خلاله.